طيب لما تعلم كيف نعمل خيط من قماش بطريقة مسهلة، يعني اللي هو طبعا في الجهة الثانية هذه ناخذ على الجهة المقلوبة هكذا، نعطف الجهة هذه والجهة هذه هكذا، شوفوا نعطفه بهذا الشكل، وبعدين نجيبهم الاثنين فوق بعض كذا، وأدق من الناحية هذه. ثاني مرة أخذ الطرف ده. يا رغي طيب كم عرض هذا؟ والله على حسب أنت ما تشتري الخيط، يعني الحين لو أقيس لك هذا تماما 5 سنتي، تمام، وغالبا 5 سنتي، بس إذا أنت تشتري عريض أكيد بتزودي. تمام، نأخذهم بهذا الشكل، نعطفهم أول الجهدي والجهدي، وبعدين نشلهم الاثنين فوق بعض وادخلهم تحت الدواسة. ركزي، ادخلهم تحت الدواسة وابدأ الثاني على نفس الموضوع، الجهدي والجهدي. تمام، نبدأ ندخل الطرفين بالتساوي، نصلحه ونضبطه قبل ما ندق، نضبط المسافة حق 10 سنتي. الأسود والأحمر، قلت لي لازم يكون نفس اللون، نفس اللون حبيبتي لازم يكون، تمام نفس اللون. هذا تقدري تربطيه وتعملي خيط، تعملي لا طبعا يختلف.